من بين المحلات اللي راسلتهم مديري التجاره للمناوبه يومي العيد، رانا حاضرين ابتداء من الثامنه والنصف وامتدادا اليوم الثالث من العيد. زادوا قالوا لكم لازم هي زارونا اعوان التجاره، خبرونا بلي لازم نزيدوا يومين اخرين. اول يوم عند العيد نتاعنا هذا هو الاول، بربي ان شاء الله ورانا نزيد ورانا لقيت الحاله السوبيرات والحمد لله. كل شيء متوفر، كل شيء كاين، قولوا الحمد لله، يعني كل شيء كاين. ماذا بينا احنا نلقاو سبيرات، ما كاين حوايج خاصين في الدار يبغيو الناس يشريوهم، ما نعرف ما اي حاجه كيما دوكا غازوز قدا احنا حاجه تنقص في الدار يلقاوها. صعيد المسلمين ولي سبيرات هم محلولين والحمد لله. ماذا بينا يكونوا محلولين باش نستفادوا كل في المناسبات كيما هكا يكونوا مقفولين. تاع هي واش راح تقضي حوالك؟ ما كان والو، ما من المخابز كانوا وقت ثاني مقفولين والحمد لله. دوك تلقى المخابز، تلقى لي سيبيرات، الحمد لله. صحيتكم كل عام وانتم بخير ان شاء الله. رانا في حمله طروا، الحوانت محلولين ربي يبارك، سيبيرات زاك راهي مفتوحه، داك يوس مفتوحين، جزار راهو يقص، صاي بداو يقص في الاضحيه، كلوا مليح.